ارتوت الأرض الصحراوية بدمائهم في حرب ساخنة دامت 16 صيفا، دماء كانت ثمن تحرير جزء من أرض عبث بها مستعمرا. أحدهما أخرج منها ليحل محله الثاني، وهما إسبانيا والمغرب. هنا يرقد شهداء الساقية الحمراء وادي الذهب، الذين جعلوا من عظامهم جسرا يسلكه الجيل الجديد. جيل قطع العهد بتحرير الجزء المتبقي من الأرض المغتصبة أو الشهب. لم يتوقف دوي المدافع في أرجاء هذه الصحراء اللامتناهية منذ اتفاقية وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب سنة 91-901، فالمناورات العسكرية هنا شبه يومية تحسبا لكل الاحتمالات. لسنا بعيدين عن الجدار العازل، بلدة بيرلحلو المحررة. هنا تأسست جبهة البوليساريو، وهنا تم الإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهنا يوجد آلاف الجنود الجاهزين للحرب وللسلم، ومن هنا يصعب الخروج سالما لأنها من الأراضي الأكثر احتواء للألغام في العالم. عند الغروب تصمت المدافع لتحيل الكلمة لقدام المجاهدين الذين ما زالوا ينتمون لجيش التحرير الصحراوي، وتترك لهم المجال لاسترجاع ذكريات حرب مؤلمة ومعارك لا تنسى. تنبئك لحيتهم بخطورة الوضع، وأن العدو ليس بعيدا، وأنه لا يوجد وقت للحلاقة. أسرار حربهم تحكى هنا، حرب 20 مايو. كان عددهم 17 مقاتلا لا يمتلكون سوى 8 بنادق صيد بدائية وخمس جمال وقليل من الزاد، لما قرروا ترحيل إسبانيا من وطنهم بعدما بسطت السيطرة عليه عام 1884، إلى غاية الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سنة 76-901. خاض المجاهدون الصحراويون حرب العصابات في بادئ الأمر، ليتم توحيد المقاومة بعدها تحت لواء جبهة البوليساريو التي تشكلت في 10 ماي 73-901، وتعني الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب، وهما اسمان لمنطقتين ضمن الصحراء الغربية. وبعد 10 أيام فقط من تأسيسها تشرع الجبهة في الكفاح المسلح، ليكون الهجوم الأول على الحامية الإسبانية في الخنقة. هنا قمنا ثورة، انطلقت الثورة من 17 رجالا، وتمت تزايد الحمد لله مجموعات وكذا، وتطور وعندها لا أسلحة تكرارية، هاي ما أصلا سيس ولا أسلحة تكرارية بعد كاملة، وشي عنده جمال وشي وسيارة الجمال كما شايف، وشي رافد الهوين قاعد على ظهره، هذا مع إسبانيا. أول رصاصة نذنت بانطلاق الكفاح المسلح اطلقت من بندقية الغزواني في 20 ماي 73-901، طلقة فتح بموجبها هذا المجاهد باب الحرب على مصراعيه. شاء الغدر أن بجوار مركز الخنقة هذا اللي وقع عليه الهجوم كانوا فيها جنود صحراويين، مشاو 2 منا يدوروا يستجلبون الماء من الفم المياه اللي هذاك الحاسي وحده اللي شقاو في الليل، وعقب طالعوا جرتهم مع الصباح تبعوهم وقبضوهم فهم التورس. المجموعة الباقية كان دايرة معهم موعد وتخطى الموعد وعدت ما هي عارفة شنو. مهم على الاطلاع ثمان اللي نفطن لهم على انهم تبعوهم الثانيين وعادوا رجعهم. قبضوا الشهيد الولي وواحد يقولوا له عبدي والبوبط مازال حاضر، هذاك مازال هو عاد ضعيف بالك.
عاد فرضت العملية انها تؤذيك الليلة قبل يدهم النصارى، وانتم عارفين لان الولي هو مفكر صار. ولولا مين العام ديك الساعة المنتخب في المؤتمر الاول. رفيق دربه الشهيد الولي مصطفى سيد مفجر الثورة واول امين عام للجبهة. التهمته الحرب وهو في ريعان شبابه، كان يحتقر نظرة الاستعمار لأبناء وطنه. الحجة دائما اللي عند الاستعمار هو على انه هذا الشعب ما قادرش يعود وحده، اما دائما ما هو متحضر، اما ما هو مثقف، واما ما عندوش الوسائل، والله ما يعرف يستعمل هذه الوسائل. الشهيد الوادي الله يرحمه ما سالك منه بلد، يجبر حد اليوم هون ويجبر حد غدهك، ما عنده بلد معين تم لين يجيك، ما أنا يجيك والله اسمه ماك عارف منين كان. أول عملية فدائية للجبهة كانت يوم 20 أكتوبر 1974، لما أقدمت على تعطيل الحزام الناقل للفوسفات الممتد على مسافة 110 كيلومترات من منجم بوكراع إلى مدينة البلاية، والذي كانت تنتفع منه إسبانيا، مما حفز المواطنين الصحراويين على القيام بمظاهرات شعبية في كل أنحاء المنطقة للمطالبة برحيل الإسبان. احنا كنا الرجال اللي نخدموا عليه رجل الكمال والتاتبة كانوش عندنا، كانت الناس تمشي مسير وتضرب، يتصلوا بقوة على فصيلة تكون من شيخ خليل، تتصل بقوة كبيرة تقبض منها الأسرة لأسرة وتقبض منها السيارات وتقبض منها السلاح. تحت ضغط حرب العصابات التي شنتها قوات البوليساريو ضد القوات الإسبانية وتزايد ضغط الشارع ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت إسبانيا الانسحاب من المنطقة وإنهاء استعمارها، وشرعت في ترتيب البيت الصحراوي، كما أعلن يومها وزير خارجية إسبانيا كورتينو ماوري رسميا للولي مصطفى السيد الأمين العام للجبهة رغبة مدريد في تنظيم استفتاء حر ونزيه، ليتبين فيما بعد أنه مجرد وعد، فلو نظم ذلك الاستفتاء لكانت الساقية الحمراء وادي الذهب استقلت اليوم. مطامع المغرب كانت في أوجها خلال تلك الفترة للسيطرة على المنطقة واقتطاع الثمرة اليانعة، خاصة بعدما قررت إسبانيا الانسحاب منها، مما دفع بالملك الحسن الثاني إلى المسارعة إلى تقديم طلب يترجى من خلاله الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إحالة الملف الصحراوي على محكمة العدل الدولية لتبدي رأيا استشاريا يعزز من خلاله المغرب مطالبة ما يسميه بحقوقه التاريخية على الإقليم. نزلت بعثة أممية لولاية العيون في 12 ماي 1975 لتقصي الحقائق والتأكد من شرعية مطلب الملك، لكن البعثة وجدت شوارع العيون قد امتلأت يومها بالصحراويين المطالبين بالاستقلال والرافضين لأطماع المغرب. أحيل الملف على محكمة العدل الدولية، وعند النظر فيه لم يثبت وجود روابط قانونية من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من هذه المنطقة، وبالتالي سيتم تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والنزيه لإرادة السكان. كان هذا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي تم الإعلان عنه في 60 صفحة يوم 16 أكتوبر 1975. قرار المحكمة أثار جنون الملك الذي راح يستبق الأحداث ويفرض الواقع بالقوة، ليكون ظلم ذوي القربة أشد مضاضة. وفي 31 أكتوبر شقيق وجار أخو في العروبة وفي الإسلام يعني اطمع في الصحراء، وقال عنه لهي يستعمرها، وقال على انه فيها الا جول اسبوع، بعلنها شعب بدوي وشعب ما عنده سلاح في ذاك الزمن، شعب اعزل ومن كيف انه وافي من الاستعمار الاسباني. دق ناقوس الخطر من جديد، وضربت الشرعية الدولية عرض الحائط مرة اخرى بعدما تلقى الشعب الصحراوي طعنة ثانية جاءته من جاره المغرب الذي احتل بلدة تجديرية عسكريا، ثم زحف ب25,000 جندي نهاية أكتوبر 75 ليحتل المواقع التي كانت تحت سيطرة إسبانيا ويعتدي على شعب لم يكن يوما من دعاة الحرب. لسنا دعاة حرب، نحن لم نعتدي على أحد، كنا في بلدنا وفي بيوتنا وبين شعبنا، حتى تعرض الشعب الصحراوي والأرض الصحراوية للاعتداء من جيراننا، والتي اعتبرناه طعن بخنجر من الخلف، لأننا كنا على مشارف جني ثمار حوالي قرن
من المواجهة، من الصمود ومن المقاومة ضد المحتل الأجنبي، ضد الاستعمار الإسباني. فعندما أوصلنا المستعمرين الإسبان إلى التسليم بسيادتنا على أرضنا، وبدأنا في مسلسل كان سيفضي إلى الاستقلال الكامل لشعبنا، تعرضنا للطعن من طرف جيراننا وأشقائنا من المغاربة. خمسة وسبعين يعني اجتاح المغرب الصحراء مسيرة خضراء، قال هو عنها مسيرة خضراء، وأعلن أنه لا حد النزول أسبوع ولا يوفي قاع رواية الصحراء، يعني يقبضها في مدة أسبوع. المسيرة مرقت يعني في بداية هذاك المظهر للناس ومصور على أنه شعب وعلى أنه جاي دور يسترجع عرضه، وهي تحت ذاك قوات كاملة عسكرية مدرعة بطيارها وبكل شيء. في 31 أكتوبر إلغى الخطاب المشهور للملك المغربي: إذا رأيت إخوانكم الإسبان فتغاسموا معهم، وإذا رأيت يعني حد ثاني يعني يقصد بها الصحراويين فجيشون الباسل لهم بالمرصاد. ومن ذاك المنطلق دخل، وكان تقريبا بالدخول وبالغوات بالدبابات يعني على ظهر الدبابات، وكان غدر من يعني بالغصف بالطيران نابالم ثم دريقة وفي أمقالة وتفاريت يعني جميع مناطق الصحراوية، وكانت الإبادة يعني الإبادة الحقيقية للشعب الصحراوي. قرار محكمة العدل الدولية الذي كان قد صدر قبل المسيرة الخضراء والقاضي بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لم يثر جنون الملك الحسن الثاني فحسب، بل أزعج إسبانيا ولم يرضي موريتانيا في تلك الفترة، والتي أحدثت المفاجأة بعدما راحت تطالب هي الأخرى بجزء من الصحراء الغربية على لسان رئيسها المختار ولددا الذي انضم إلى حلبة السرع. توصلت الأطراف الثلاثة إلى حل يرضي كل طرف منها من خلال اتفاقية أبرمت في 14 نوفمبر 1975 سميت باتفاقية مدريد، تم بموجبها اقتسام الصحراء الغربية وافتراسها كما تفترس الشاة. تحصل المغرب على الساقية الحمراء وموريتانيا على وادي الذهب، ومنحت إسبانيا 35% من حقوق استغلال مناجم فوسفات بكرة، بالإضافة إلى بقاء أسطول صيدها البحري في المياه الإقليمية الصحراوية وقاعدتين عسكريتين قبالة جزر الكناري. اتفاقية مدريد فعلا اتفاقية مشؤومة، اتفاقية سببت في ما لحق بالشعب الصحراوي منذ 14 نوفمبر حتى اليوم من تشريد، من تشتيت للعائلات، من ضحايا. كل شهداءنا أثناء الحرب وشهداء الذين افتقدناهم نتيجة سياسة الاختطاف والرمي من الطائرات العمودية والمقابر الجماعية، يعني السياسة التي انتهجت من طرف المملكة المغربية كانت سياسة محاولة إبادة شعب. اتفاقية مدريد حقيقة وصمة عار للموقعين عليها، لأنها كانت ترمي إلى القضاء بصفة كاملة على وجود شعب، ومحاولة بعد القضاء عليه استغلال ثرواته واستغلال أرضه. إذن مشؤومة، مدانة، وإلى الآن من أبرم هذه الاتفاقية خصوصا طرفين أساسيين المملكتين الإسبانية والمغربية لا زالت على غيهما، رغم أن الطرف الثالث انسحب من الاتفاقية ووقع اتفاقية سلام مع الجمهورية الصحراوية وأعاد المياه إلى مجاريها فيما يتعلق بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الصحراوي والموريتاني. ينطلق كفاح الشعب الصحراوي من جديد، وضد من؟ ضد ثلاث قوى تكالبت كلها لتحقيق أقصى الفوائد من أرض كتب لها تحدي الاحتلال.
مكن ذلك الكفاح من إخراج إسبانيا نهائيا من ساحة القتال، والإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في منطقة بير لحلو يوم 27 فبراير 76. وبعون من الله وتجسيدا لإرادة الشعب العربي ووفاء لشهدائنا الأبرار وتتويجا لتضحيات شعبنا، سيرتفع اليوم على أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أما الحرب فقد تواصلت على الجبهتين الموريتانية والمغربية. سوى العنقومة هم ينطلق من البداية مزات قوة المغاربة ماشي بشرارة، ومزات قوة موريتان جاء بشرارة قاتلين مسلحين بهت مسائل. المسألة الأولى هو السرية حتى يوصل لرقاش من إنجاز المعركة تنقاس السرية للمجيء التخطيط يقاس سرية لين يتصل. منين تتصل المعركة كيف قالوا لكم قبيل الإخوان تنقبل المعركة عاد كل حد مسؤول عنها، هذا بسلاحه مسؤول عنها، أنا مسؤول عنها، الغايب مسؤول عنها، عاد كل حد مسؤول. الضغوط الداخلية وتغيير السلطة بموريتانيا أجبرها سنة 79 على الانسحاب من الجزء الذي كانت تحتله وتسليمه للبوليساريو، بل واعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سنة 84. لكن فرحة الصحراويين لم تدم بذلك الانتصار، لأن المغرب وكالعادة لم يفوت الفرصة في احتلال ذلك الجزء الذي تخلت عنه موريتانيا وضمه بالقوة، لتصبح الساقية الحمراء وادي الذهب برمتها تحت سيطرة التاج المغربي. ثم 24 أعلن الناس المشاركة في البارات ذيك الساعة قليل، باقي منها جهد الاشتئاعات ما هي كاملة اشتشدت، باقي منها رواجج حسب لي رأس الأصبع الثاني كان اشتشت الله يرحمه. وعملية البارات فرض المغرب. جنوب المغرب 79 حكم فيها ياسر من الحبيس، ما دخل العتاد على كل شكل، قيموا عنه ما اتفقهم، اختاروا يمشوا على كراعيهم، عاد يمشوا لحديدهم، عاد سبق لهم على كراعيهم، عاد وتات خلوا الوتات حاصلات كاملات، وقيموا على كراعيهم اللي منهم تحكم. والله مات. هي عملت البارات. بالنسبة للمقاتلين ذيك الساعة، مقاتلين ذيك الساعة إيمانهم الوحيد هو تحرير الصحراء والاستقلال. كثفت الجبهة هجماتها على المملكة والتسلل إلى أراضيها، كانت المعارك يومية، وأجبرت المخزن على تغيير تشكيلته أكثر من مرة في محاولة منه لاستعادة زمام الأمور. كان بعض اللي منه موجود في الأرض الاستراتيجية أكثر منه على كرعيه وعلى البل، وعنده القرب وتنوات على البل، هاي المناطق الجنوبية الصعبة واللي حتى يجبرت غدر من القوطرة يغار بعض اللي خلق من الإمكانيات كاملة وغدر الغطاء الجنوبي. هاي المنطقة الشمالية منطقة استراتيجية للحرب، والمنطقة الجنوبية منطقة مسطحة كيف ذلك الحساب. زايد المعنويات، زايد الطبيعة، زايد معرفة الأرض، زايد التعامل مع الأرض كيف قال لكم قبيل الضوء، عيون ما يقضي وقت الظلمة، وقت الغمر قايلة، وقت بكري، وقت الفجر. توالت الخطط المغربية في فرض هيمنتها على المنطقة، إلا أنها وفي كل مرة تصطدم بأسد الصحراء ورجاله الولي مصطفى السيد الذي استشهد فيما بعد. هذه خريطة سرية للاحتلال المغربي، استعملت من طرف عقداء جيش الاحتلال، وهذه الخطوط الحمراء نظنها المسالك الرئيسية التي يريد المغرب السيطرة عليها،
لأنها طرق ذات أهمية بالغة في منطقة شمال الصحراء. الهزائم التي تعرضت لها القوات الملكية أفرزت ميزة جديدة للمرحلة، وهي بناء الأحزمة العنصرية. هي جدران رملية قسمت الصحراء الغربية إلى جزئين، تم بواسطتها ضم كل من مدينة العيون السمارة وبوشتور إلى المغرب، وهو ما يسمى بالثالوث النافع نظرا لما تسخر به هذه المدن من خيارات لتصبح مدنا محتلة بامتياز. ففوسفات هذه المدن يمثل ربع الاحتياط العالمي، ناهيك عن احتوائها على الذهب والنحاس. أما شواطئها فتعتبر الأغنى بمخزونها من السمك في العالم. الأرباط هذه كانت خطة إسرائيلية فرنسية مغربية، وعدلوا المغاربة الأرباط هذه، وعقبوا بفضل حنكة وتدريب الجندي الصحراوي، عقبوا اخترقوها وعدلوا فيها العمليات الكبيرة اللي قبال فرضت عقبت على المغاربة عنهم، يغبلوا ويطالبوا بالمفاوضات ويطالبوا بالسلم، وعقبوا احتموا هاي الأرباط ما تلاقوا قدوا تخطاوها شيء. بناء الجدار الرملي الذي يبلغ طوله 2200 كيلومتر كان بدعم من عدة دول، كان ذلك صيف 1980، وانتهت الأشغال به بعد 7 سنوات كاملة كانت كافية لتشتيت وتقسيم العائلات الصحراوية. فالجدار ألقى ببعضها شرقه تتخبط في اللجوء، محتما على بعضها الآخر القبوع غربه تحت وطأة الاحتلال، سياسة سعى من خلالها المغرب للقضاء على الوحدة الوطنية الصحراوية. عدلوا الربط الأول ما زشي، عدلوا الثاني يبعدوه عن انظار الشعب، بعدوا الثالث يقتلوا المعارك تدرك عن العيون والصمارة والدخل، عدلوا الخامس وعدلوا السادس يقتلوا المغاربة يفرغوا وينقبضوا الكتائب والوحدات ما شافوه من العائلات ولا تركوا وكذا. زود ذلك الجدار بحواسيب متطورة ومتصلة بالرادارات الإلكترونية المنصوبة للمراقبة، ووضعت تحت الأرض تستطيع التمييز بين حركة الإنسان والآليات وكشفها على مسافة 60 كيلومتر. خلف الجدار تتواجد القواعد المدفعية الثقيلة ذات الارتداد العالي والأسلاك الشائكة وحقول الألغام. ولأن جدران الملك لا تصنع الاستثناء بالنسبة لأبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب، فقد تم بلوغها فجر أحد الأيام وتمت السيطرة على جزء منها بعدما تم توقيف رادارات المراقبة لتتكبد الرباط انهزاما معتبرا. غنائم وأسرى بحوزة الجبهة. الصحراويين يقولوا له المعركة، يقول العمية، يقول العمية الفجر، طيحة الفجر تسمع بها، يطيحوا لهم الفجر مازالوا متخلطين مع الباس ومشاكلهم وتخلق فيهم يخلق فيهم الرعب. ارتفعت مديونية المغرب وتكاليف الحرب الخاسرة يوما بعد يوم، حيث بلغت $1,000,000 أمريكي في اليوم الواحد خلال المراحل الأخيرة. توقفت الحرب التي دامت 16 سنة كاملة بعدما قبل الطرفان مخطط سلام لتسوية النزاع تم إعداده عام 1990 من طرف منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية سابقا. كان يهدف المخطط إلى تنظيم الاستفتاء في المنطقة، يكون حرا ونزيها يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره، مما دفع مجلس الأمن إلى التعجيل بإرسال بعثة أممية إلى المنطقة تسمى بعثة المينوسو. مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ سنة 91 على أساس تنظيم الاستفتاء في فبراير من السنة التي تليها. لكن الرباط ومنذ تلك الفترة تقف حجر عثر أمام تسوية النزاع، ليبقى جوهر القضية قضية تصفية استعمار. أنا من أرض الصفية سجنوني من سنين. ظن المعتقلون الصحراويون لدى الرباط أن نهاية الحرب تعني نهاية الأسر، ولم يعلموا أن سراحهم لن يطلق إلا بعد سنوات من وقف إطلاق النار. يعودون إلى الديار بأعمار متقدمة، كان معظمهم شبابا يوم إلقاء القبض عليهم في ساحة القتال، ليجدوا كل شيء قد تغير من حولهم. منهم من لن يتعرف حتى على أبنائه لأن ملامحهم قد تغيرت بعدما تركوا صغارا. سوف أمضي في نضال
تكون الجبال كالعين. عمي صالح أسير حرب، ألقي عليه القبض بعد أن اخترقت رأسه رصاصة جندي مغربي. اعتقل لمدة سنوات ثم عاد هو الآخر إلى المخيمات، وأيامه مثقلة بالآه. لا أحد يعلم بمصيرهم. هذا الرجل هو همزة وصل الصحراويين بملف المفقودين. وسط هذا الكم الهائل من المراسلات يسير عبد السلام الملف عن طريق الوسطاء الدوليين، في مقدمتهم الصليب الأحمر الدولي. اختفاء أزيد من 4500 حالة اختفاء قسري وقعت في الصحراء الغربية، من بينها أزيد من 400 حالة ما زالت في تعديل المفقودين اليوم نهار. موضوع المفقودين ما زال يتراوح مكانه رغم يعني بعض التطورات الطفيفة التي طرأت بعد يعني الضغط الذي قامت به جمعية توليع المعتقلين المفقودين الصحراويين وعدد من المنظمات على المستوى الدولي. آخر مستجدات هو أن المغرب بعد اعترافه بأن جل المفقودين لقوا نحبهم أصبح يسلم بعض شهادات الوفاة لذوي الضحايا دون إعطاء أي مبرر عن كيفية الحصول على هذه الشهادة الوفاة، يعني لم تقدم جثمان المتوفين. جل المقابر الجماعية الموجودة بالمناطق المحتلة لم نتمكن بعد من القيام باستخراج الجثث ولا تحديد هوية الضحايا، ولدينا معلومات عن مقابر فيها مدفونين حوالي 60 شخص من أطفال ونساء دفنوا أحياء في بداية الغزو. الجزء المعتبر من الأرض التي حررها الصحراويون بعد نهاية الحرب يعتبر من المساحات الأكثر ازدحاماً بالألغام في العالم. 10 ملايين لغم زرعها المغرب لحصد ما تبقى من أرواح الأبرياء الذين لم تنل منهم سجون الاحتلال بعد، ولم تنهكهم أيضاً مرارة اللجوء. آخر ضحايا الألغام صحفيان، أحدهما من البرازيل والثاني من الشيلي، كانا في مهمة إلى المنطقة. نجيا بعدما انفجر اللغم الذي حطم السيارة بالكامل وأصاب السائق بعاهة مستديمة. هناك إحصاء أكثر من 1500 ضحية، هذا فقط الناجين، ما فما بالك هناك يعني نحن نأمل على أن نقوم بإحصاء الوفاة، ولكن الضحايا في الصحراء الغربية الحق لله هي هذا، نحن نقدر للأقام التي لوث في الصحراء الغربية أكثر من 7 ملايين لغم على طول هذا الجدار الذي طوله 1720 كيلومتر. على طول الجدار هناك يعني الصحراويين بما تعرفون بطبيعة الحال هم بدو ورحل، وعندما تذهب الصحراويين إلى أراضي محررة هناك آلة أوتوماتيكية لزرع الموت ألا وهي جدار. اجتياح المغرب للصحراء الغربية يتم عائلات برمتها، وحتم على أزيد من 173 ألف صحراوي القبوع في اللجوء، يخترعون كل يوم طريقة للعيش وسط هذه الخيام المترامية. وصلوا إلى هذا المكان منذ 43 عاما على متن عربات مشحونة بالبؤس والأمل تشق بين الرمال طريقا للحياة، هروبا من إبادة جماعية كان ذلك خريف 75 900 و1000.
إبادة كانت وشيكة يوم المسيرة حينما قصف الطيران الملكي المنطقة وسكانها بالنابالم والفوسفور المحرمين دوليا. أخرجوا من الديار بالقوة لتحتضنهم مخيمات العزة والكرامة كما يحلو للبعض تسميتها. كلما سألت عائلة عن أحوالها إلا وعلمت أن أحد أفرادها قد قتل أو جرح أو أسر من طرف المخزن. جينا من الصحراء، جينا يعني ناس كاملة جات من مناطق، جات من البادية، جات من كل بلاد، لأنه القصر المغربي انتشر، الطيار يخبطوا على حدود الصحراء، يخبطوا يعني الناس مطلقة، بومباردوها بالنابالم والفوسفور وذا. يعني الدمار عاد شنو هو الاستقرار، يعني موت حد والله يحيى مهم عنه يلحق دينار، يلحق هنا باش على الاقل يرتاح يراجع انفاسه، لانه الحقيقه مهدد حياه الصحراوي، لانه الملك في داخل الوقت الحسن الثاني قال ما هي الا جوله اسبوع او اسبوعين ونعدوا الشاي قال في العيون. يعني الناس هربوا على رجليهم، ما خارج النقل، وسائل النقل قليلة جدا، والطب ما هو كان ولا كان شيء في ذاك الوقت، في الظروف 76 اللي يعني العالم أكحل أسود، لا إعلام لا مساعدة لا شيء، يعني لا يعتمد عليه شعب معين. وحقيقة وحكمة المغاربة ما ينساهم التاريخ، ذاك العدل من 76 إلى حد الآن ما ينساهم التاريخ، ولا لا يموت منهم حد معذبه ربه وذاك اللي عدلنا في ذاك الوقت وذاك اللي عدلنا الله. إذا قلت عنه خلق ياسر من الأمران، ماتت تركة كاملة، ذيك الأجيال كاملة ماتت تقريبا، أجيال 4 سنوات و5 ماتت كاملة، هو رعاها مقابرها تشهد اللي أبو عامين 3 4 5، يعني ماتت كاملة، قبضتها مرض الحصب ومرض سوء التغذية ومرض سعال الديكي، يعني كل الأمراض. محجوب محمد شداد لا يعرف والده، فقدانه كان أول مأساة في حياته، ينظر إلى المستقبل بأعين والدته التي تبقت. أنا زدت في اللجوء، إذا حياتي كاملة من 80 إلى ذلك في اللجوء، اللي عرفت اللجوء منذ المحتلة أصلا، من بداية من ترعرعت اللي تعلمت من عند الناس الكبيرة اللي كانت معانا، من عند الأم، أني أنا الأب نتاعي ما نعقلش عليه، ما وعيت عليه بويا، استشهد في الحرب، وحتى صورته أنا ذلك صورته ما قطشت، ما عنده صورة، ما عندي له صورة، ما عندي له شكله قاع ما نعرفه. أما هذه اللاجئة فقدت شقيقها الذي لم يكن بالغا يوم الاجتياح، يحترق قلبها وهي تسترجع تلك الذكريات. احنا حقوقنا ما قدرنا نساوه، ظروف ما قدرنا نساوه، شاو اولادنا، شاو اخوتنا، شاو باتنا، شاو مناتنا، ولا خارب حد لامش، احنا ما قدرنا نخلط شي، ما قدرنا نسرحوا به، والعالم ما قادر، الناس ما قادر. بالنسبة للمدن المحتلة اللي احتل يعني المغرب، فيه الاعتقال، فيه المفقودين، فيه اللي ينزل من طيران، من هليكوبترات من السماء، فيه المقابر الجماعية. الجيل الجديد الذي ينضوي تحت لواء الجبهة يترقب اليوم ما ستضيفه مقاربة أنطونيو غوتيرس لقضيتهم، فهذا الجيل الذي عهد شهداءه بتحرير كل الوطن أو الشهادة يؤمن اليوم بالسلام، لكن فقط إذا كان هذا السلام سيجلب الاستقلال التام لأبناء الساقية الحمراء ووادي الذهب. 42 سنة أنه وقت كافي ليتغلب الضمير على العدوانية وعلى التوسع التي طبعت هذا النظام. الشباب اليوم موجود 95% ولا 80% في الوحدات القتالية. عشت أنا ماني باغي يعيشوه أولادي. باغي نحرروا وطننا. ما أنا باغي نعيشه في الملاجئ. نحن محبين للسلام، إذا كان المغرب يريد السلام. أنا ثقة في قيادة لا تحرير الصحراء وخروج المغاربة عنها. طال الصحراء إن شاء الله.